السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أختكم رانيا النهدي من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية في مدينة الرياض. طبعا بمناسبة إصدار الدليل الإرشادي الخاص بالتصميم والبناء والتجديد في المرافق الصحية، راح نتكلم اليوم عن متطلبات مكافحة العدوى في التصميم والبناء والتجديد في المنشآت الصحية أو المستشفيات بشكل دقيق ومبسط وأيضا مفصل. طبعا احنا راح نتكلم في عدة نقاط، من ضمنها راح نوصف متطلبات مكافحة العدوى في تصميم وبناء مستشفيات جديدة، راح أيضا نتكلم عن متطلبات مكافحة العدوى للأقسام المختلفة، عدة أقسام راح نذكرها وهي أقسام المهمة طبعا راح تكون. أيضا راح نقدم عدة توصيات بشأن مكافحة العدوى أثناء أنشطة إنشاء وتجديد أماكن الرعاية الصحية، بالإضافة راح نتكلم عن الكنترول ميجرز وكيف هي راح تساعدنا في تقليل المخاطر. أيضا راح نوصف تقييم المخاطر وخطة التحكم، بالإضافة إلى راح نتكلم عن مسؤوليات موظفي الإكرة في المستشفى. طبعا احنا هدفنا الاساسي انه احنا نخلق بيئه امنه للمرضى، للزوار، للعاملين الصحيين، للمقاولين ايضا، تمام، بالاضافه انه احنا نبغى نحافظ على سلامه المرضى وعدم تعرضهم للعدوى بشكل مباشر او غير مباشر. كمان ما راح ننسى العاملين الصحيين وسلامتهم، عشان كذا المتطلبات والشروط الواجب اتباعها في خلال إعادة البناء أو بناء مستشفى جديدة جدا مهمة. يعني مثلا راح أتكلم عن لو قلنا الأحواض، أحواض غسيل اليدين، التشطيب أو التهوية، هذه أشياء إحنا راح يصعب علينا أنه إحنا نصححها بعد إطلاق المستشفى أو افتتاحها أو استقبال المرضى فيها، لأنها حتأثر بشكل مباشر على سلامة المرضى وعلى سلامة العاملين الصحيين فيها، تمام؟ بالإضافة إنه إحنا نبغى بيئة آمنة زي ما قلنا للpatients اللي هم المرضى والزوار والhealthcare workers والمقاولين، هذولا كلهم نحتاج إنه إحنا نخلقهم بيئة آمنة، تمام؟ طيب، لذلك الأخصائي مكافحة العدوى لازم إنه هو يتبع السياسة المكتوبة الخاصة بالبناء والهدم الموجودة في قسم مكافحة العدوى. هذه السياسة طبعا تكون شاملة كافة عناصر جميع المشاريع البناء والتجديد، بالإضافة إلى ذكر الحاجة الماسة للحصول على مكافحة العدوى كجزء من فريق المشروع من البداية إلى النهاية. طبعا من راح يطبق هذه المتطلبات والشروط؟ أول شيء Infection Prevention Staff اللي هم طاقم مكافحة العدوى أو موظفي مكافحة العدوى، الهيلثكير ادمنستريتورز اللي هم مدراء الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهوسبيتال ديزاينرز، كواليتي اند ريسك مانجرز مدراء المخاطر ومصممي جودة المستشفيات، تمام؟ طبعا كل هذول اللي احنا ذكرناهم راح يكونوا مشاركين في إدارة وصيانة المباني ومقاولة البناء وأيضا ووحدات صيانة المستشفيات. الجميع مسؤول عن منع انتشار العدوى بشكل مباشر أو غير مباشر في المستشفى. موظفي الإكرة في المستشفى لهم عدة مسؤوليات، أول شيء تكليفهم بتقييم المخاطر، ثانيا وضع خطة لمكافحة العدوى من بداية المشروع إلى نهايته. عندهم كمان عدة مسؤوليات، من ضمنها تنسيق المشاريع وأيضا تثقيف كل من فريق البناء وطاقم الرعاية الصحية الموجودين في مناطق رعاية المرضى اللي بيعانون من نقص المناعة. أيضا لهم مسؤولية ثانية هي نقل المرضى، هم مسؤولين طبعا أنه ينقلوا المرضى، بناء على إيش حينقلوهم؟ بناء على وضعهم المناعي، بناء على نطاق المشروع وإمكانية توليد الغبار أو رذاذ الماء والطرق المستخدمة للتحكم في الرذاذ الجوي. البارت الأول راح نتكلم عن الشروط والمتطلبات الخاصة ببناء مستشفى جديد. الشروط والمتطلبات
الواجب انه احنا نوفرها لما نقرر انه احنا نبني مستشفى جديدة. اول شيء الجدران، لازم انه هي تصبغ بطلاء املس وسهل التنظيف والتعقيم بالمطهرات المعتمدة. الارضيات لازم انها تغطى بمادة ناعمة وسهلة التنظيف والتعقيم اللي هي مادة الفينيل. كمان انه نلاحظ هنا هذه الصورة تبين لنا منطقة اسمها الهيدن ايري، هذه ان احنا المفروض نتجنبها تماما لانها تكون مصدر تعيش فيه الميكروبات الحية الدقيقة والأوساخ، وحيكون طبعا صعب التنظيف يعني، فالأفضل أنه إحنا نتجنبها. الملصقات واللافتات لازم أنها تكون مصنوعة أو مغطاة بمواد قابلة للتنظيف. كمان نوافير المياه، طبعا في مستشفى بتستخدمها كديكوريشن يعني أو كزينة للمستشفى، هذه نتجنبها تماما بالذات في المناطق السريرية. تجنب السجاد وأغطية المقاعد في المناطق الطبية لأنها حيكون صعب تنظيفها أو تطهيرها. في الدليل الإرشاد اللي تم إصداره تكلمنا عن 15 قسم تم ذكر المتطلبات والشروط لمكافحة العدوى في بنائها أو إعادة ترميمها بشكل مفصل ودقيق. طيب حنتكلم عن الجنرال وورد، أجنحة المرضى العامة. طبعا لها متطلبات وشروط أساسية، من ضمنها المساحات بين الأسرة لازم تكون كافية، يعني 2.5 متر على الأقل بين كل سريرين. السبب لاستيعاب المعدات طبعا والاستف نفسهم أثناء الإجراءات الخاصة بالمريض. كمان الأسرة لازم تكون مفصولة بستائر، أول شيء للخصوصية، ثاني شيء عشان يكون تساعد في السيطرة على انتقال العدوى، يعني حتمنع تساعد من منع انتشار العدوى، يعني لأن بعض المرضى يكون عندهم سعال فهذا حيساعد. كمان التهوية لازم تكون جيدة، فإذا في ميكانيكال فنتيليشن هي التهوية الميكانيكية حنسميها، الصيانة لازم تكون لها دورية وبانتظام. إذا في المستشفى غرف عزل طبعا يفضل أنها تكون مزودة بحمامات داخلية. غرف العزل توفيرها حيكون بنسب معينة، يعني مثلا المينيمم حيكون 20% من جميع الأسرة، والماكسيمم يوصل إلى 40%. بالنسبة لشروط ومتطلبات مكافحة العدوى في الانبيشنت جنرال وورد، أول شيء التواليت والباثروم لازم يكون موجود فيها مرافق غسل اليدين. عندنا لكل غرفة لازم يكون فيها حوض غسل اليدين، أو إذا كان ملتي بيشنت روم يعني من 4 إلى 6 بيتس، كمان لازم يكون فيها حوض لغسل اليدين. بالنسبة للألكوهول هاند روب ديسبنسر لازم يكون بين سريرين. كمان الشارب كونتينرز لازم يكون طبعا موجودة يا على الترولي أو تكون موجودة على الجدار next to each bed. الجدار لازم يكون مصبوغ بصبغ ناعم عشان يكون سهل تنظيفه وتطهيره. كمان ستورج سبيسز لازم يكون موجود الاسترايل اللي هو الأشياء المعقمة والنظيفة، سواء للإكوبمنت الأدوات أو سواء للسبلايز أو سواء لللينن. تمام. كمان للويستينج هولدينج اللي هي النفايات اللي راح يتم التخلص منها بعدين. طيب هنتكلم عن متطلبات شروط مكافحة العدوى في غرف العزل. أول شيء غرف العزل هي صممت أساس تفصل ما بين الانفكشوس بيشنز المرضى اللي عندهم عدوى، سواء كانوا اميونوكمبرومايز بيشنز هم طبعا ذات المناعة الضعيفة، أو القابلين للعدوى عدوى سريعة يعني. كمان عندنا ايربورن انفكشوس ايزوليشن روم، الهدف طبعا هذه تسمى بغرف العزل للأمراض اللي تنتقل عن طريق الجو. الهدف من تصميمها عشان تسوي كنترول على تدفق الهواء داخل الغرف ونقلل العدوى للميكروبات المحمولة جوا، وكما ما تنتقل بين احتمالية انتقالها بين المرضى يكون جدا ضعيف. طب عندنا هذا المخطط اللي هو خاص بالأنتي روم. لو نلاحظ عندنا هنا احنا بابين، المفروض هذا باب وهذا باب. عندنا الباب الاول اللي يفصل ما بين الانتي روم والايزوليشن روم لازم يتقفل اوتوماتيك. الباب الثاني ما بين الكوريدور
والأنتي روم كمان لازم يتقفل أوتوماتيك اللي هو سيلف كلوزنج دور. هذا واحد. اثنين، عندنا هنا باللون الأزرق نوع من أنواع الحوض لازم تكون تايب بي، وحنتطرق لها لاحقا أنواع الأحواض. هنا تكون المفروض أنها تايب بي، وكمان فوقها هنا لازم يكون موجود سوب ديسبنسرز اللي هو يستخدم للصابون يعني، فيكون مباشرة فوق الحوض. غرف عزل الضغط السلبي طبعا مخصصة للمرضى اللي يحتاجون إلى عزل بسبب الميكروبات سريعة الانتقال عن طريق الهواء، من ضمنها الحصبة، الجدر الماء، اللوجينيلا والسل. موقع غرف الضغط السلبي لازم تكون موجودة عند المدخل، مدخل وحدة المرضى الداخليين، بس ما يحتاج أن المريض ينتقل في البيشنت أريا ويسبب عدوى أثناء انتقاله يعني. نقطة ثانية اللي هو مجرى الهواء أو يسموه سيستم مجرى الهواء العادم، طبعا هو مخصص لغرف العزل للحفاظ على الضغط السلبي. وظيفته طبعا هو يقوم بإزالة كمية من الهواء أكبر من تلك الموجودة في هواء الإمداد مع تغيير الهواء في الساعة، يعني أقل شيء 12 ساعة يتم تغيير الهواء. تمام. طبعا مجرى الهواء هذا أو النظام هذا لازم يكون مستقل عن النظام العادم عشان يقلل مخاطر التلوث، وتفريغه طبعا لازم يكون بعيد عن الموظفين والزائرين. راح نستكمل الايربورن انفكشن ايزوليشن روم. طبعا يجب عدم توصيل عادم الحمام الخاص بغرفة العزل بنظام عادم مراحيض المبنى. ضغط غرفة العزل اقل من الغرف او الممرات المجاورة، ويجب الا تقل فروق الضغط عن 2.5 باسكال بين غرف العزل والهواء المحيط المجاور. يجب مراقبة الـ ASH وفرق الضغط ودرجة حرارة الهواء والرطوبة بشكل مستمر بواسطة شاشة ثابتة خارج غرفة العزل أو غرفة الانتظار إذا تم توفيرها، ويجب تزويدها بإنذار سمعي بصري في حالة حدوث أي انخفاض في فرق الضغط خارج النطاق. غرف الانتظار طبعا اختيارية لغرفة عزل الضغط السلبي. إذا لم يتم توفير غرفة انتظار يجب وضع معدات الوقاية الشخصية بجوار مدخل الغرفة. بالنسبة لمتطلبات غرف العزل للضغط السلبي، يجب أن تكون مجاري الهواء للإمداد مستقلة عن نظام تزويد الهواء بالمبنى. أما إذا كان المرضى يعانون من نقص المناعة أو مصابين بعدوى، يجب توفير نظام الترشيح الهيبة فلتر على مجرى هواء الإمداد لحماية المريض من الهواء غير المرشح. يجب أن يكون هواء العادم من أنظمة تكييف الهواء المفلترة الهيبة فلتر لعزل الضغط السلبي، ويجب توصيل الغرف بمصدر طاقة طارئ للحفاظ على ضغط الهواء في حالة انقطاع التيار الكهربائي. لو لاحظ الجدول اللي عندنا يتكلم عن isolation room requirement، متطلبات غرف العزل، حنأخذ رقم واحد الانتي روم مثلا. في الستاندرد pressure isolation room optional حتكون اختياري، في النيجاتيف pressure isolation room حتكون ايضا optional، وايضا للpositive pressure isolation room. لو نروح مثلا عندنا رقم 4 هو self closing door اللي هو الباب الكهربائي او الالكتروني اللي يتقفل من نفسه يعني، وذكرناه سابقا. عندنا في الستاندرد بريشر حيكون اختياري، اما بالنسبه للنيجاتيف بريشر والبوزيتيف بريشر روم حيكون مطلوب تواجده. وطبعا تقدرون تلقون نظره على باقي الكومبوننت لغرف العزل، اشياء المتطلبات المذكوره من رقم 1 إلى 10. طيب حنتكلم عن مواصفات جهاز مراقبة فرق الضغط. هذا الجهاز يقيس الضغط في وحدة قياس تسمى الباسكال. طبعا يوفر قراءة مستمرة لشحنة الهواء في الغرفة لكل ساعة، يحتوي على إنذار صوتي ويمكن تعديله إذا كان في فروقات أو اختلاف. يحتوي على إنذار مرئي أيضا ويمكن تعديله إذا صار أيضا في اختلاف أو خلل، ويمكن توصيله بنظام إدارة المباني أيضا، وهو محمي أيضا من العبث يعني فيه. طبعا عندنا أنواع عديدة من أدوات القياس اللي تحمل باليد، صغيرة الحجم متينة نوعا ما، خفيفة في الوزن، على البطارية تشتغل، لها إضاءة خلفية، مصممة للتشغيل بيد واحدة.
بالنسبة لمتطلبات وشروط غرف العزل موجبة الضغط، يجب أن تزود الغرف بضغط عالي بالنسبة للغرف أو المساحات المجاورة، يعني أكثر من 2.5 باسكال كحد أدنى. عندنا حوض غسيل اليد والأيدي يجب أن يكون طبي مع عملية عدم استخدام اليد لفتح الماء أو الصنبور. يجب أن يزود بدوش ومرحاض أو باب، أو أيضا باب يغلق ذاتيا. قد تشترك غرف عزل الضغط الإيجابي في نظام هواء مشترك. يجب تركيب مرشح الهبة فلتر في مدخل هواء الإمداد. مرشح الهبة فلتر غير مطلوب لهواء العادم، حيث لا يعتبر هواء العادم معديا. مطلوب مراقبة مستمرة لضغط الهواء التفاضلي خارج غرف العزل في مكان بارز، على سبيل المثال بجوار باب الدخول. تتطلب الغرفة وضع الملصقات على أنها غرفة عزل للضغط الإيجابي. هنتكلم عن الأوبريتينج روم. طبعا هي وحدة الجراحة تقسم إلى 3 أقسام، اللي هي Area Unrestricted، منطقة غير مقيدة، والسيمي ريستريكتد شبه مقيدة، والريستريكتد اللي هي مقيدة بشكل كامل. طبعا قسمت على حسب الإجراءات اللي بتحصل في وحدة الجراحة. لو نلاحظ الرسم البياني عندنا في اليسار مقسم طبعا على حسب الألوان الموجودة. عندنا مثلا اللون الأزرق، طبعا في نوتس على اليسار لو نلاحظ اريا الازرق اريا without passage restriction، يعني منطقة ممكن المرور فيها من غير قيود. اما المخطط المقطع الازرق allowed area without restriction، يعني منطقة مسموح انه المرور فيها من غير اي قيود. الاصفر semi restricted area شبه مقيدة، يعني تتطلب ارتداء proper clothing. أما بالنسبة للأحمر اللي هي restricted area، المنطقة المقيدة، إجباري ارتداء proper clothing بالإضافة إلى extra measures of protection، يعني حماية إضافية في المنطقة يجب ارتداؤها. أما بالنسبة للخط الأخضر الأخير restricted or semi restricted area، وتم طبعا النقاش عنها في النقاط السابقة. هنتكلم بالتفصيل عن unrestricted area، هي المنطقة الغير محظورة أو الغير مقيدة كما ذكرناها في السلايد السابق. هذه المنطقة طبعا تشمل على نقطة تحكم مركزية للمراقبة دخول المرضى والموظفين والمواد اللي هي materials إلى المناطق الشبه محظورة أو الشبه مقيدة. طبعا شبه محظورة اللي هي مناطق تغيير الموظفين، طبعا تغيير الملابس، صالة الموظفين اللي هي اللونج، والمكاتب وغرف أو مناطق الانتظار أو مناطق رعاية المرضى قبل وبعد الجراحة. أيضا في هذه المنطقة طبعا اللي هي unrestricted area يسمح بارتداء ملابس العادية في هذه المناطق، بالإضافة إلى public access. طبعا ممكن أنه يدخل الزوار أو غير الممارسين الصحيين إلى المنطقة، ولكن بأعداد قليلة جدا أو محدودة، وأيضا وفق السياسة والإجراءات لهذه المنطقة. هتكلم عن السيمي ريستريكتد أريا، طبعا هي المنطقة الشبه محظورة أو الشبه مقيدة. هي المنطقة تشمل أول شيء أنها تدعم الخدمات الجراحية، وتشمل تخزين المعدات، الإمدادات النظيفة والمعقمة، مناطق العمل لأدوات المعالجة، مرافق المعالجة المعقمة، محطات فرك اليد، الممرات المؤدية من المنطقة غير المحظورة إلى المنطقة المحظورة أو غير المقيدة إلى المنطقة المقيدة في جناح الجراحة، مداخل مناطق تغيير ملابس الموظفين ومناطق رعاية المرضى قبل الجراحة وبعدها، وأيضا مرافق المعالجة المعقمة. على العاملين طبعا في هذه المنطقة شبه محظورة ارتداء ملابس الجراحة وتغطية شعر الرأس والوجه بالكامل. طبعا المنطقة هذه تقتصر الوصول إليها على الأفراد المصرح لهم والمرضى المصحوبين بأفراد يعني لهم تصريح بيكونوا موجودين معهم في هذه المنطقة. الريستريكتد أريا هي منطقة محظورة يمكن الوصول إليها من خلال المنطقة الشبه محظورة، تشمل غرف العمليات وغرف أخرى طبعا يتم فيها طبعا إجراء العمليات الجراحية وعمليات أخرى طبعا تابعة لها. الممارسين الصحيين يجب عليهم ارتداء
الملابس الجراحية وتغطية شعر الرأس والوجه، أو ارتداء ماسكات في حالة وجود إمدادات طبية معقمة أو مفتوحة، أو في حالة أيضا تم الانتهاء من فرك اليدين للعمل الجراحي أو للعملية الجراحية. اللابراتوري منطقة المختبر منطقة مهمة جدا. ليش؟ لأن هذه المنطقة تجمع فيها عينات معدية وغير معدية، سواء يورين، سواء ستول، سواء دم، سواء أي نوع من العينات بتجمع في هذه المنطقة، بيتم عمل فيها الكولتشرز أو الزراعة العينات اللي تجمع من المريض، تمام؟ لذلك عند دخول هذه المنطقة لا يسمح بدخول أي شخص غير مصرح له في هذه المنطقة. بالإضافة إلى قبل دخول هذه المنطقة لازم يكون في عندنا ساين، يعني أو إنه سيمبل نسميه Universal Biohazard Symbol، بمعنى إنه لوحة مكتوب فيها إنه هذه المنطقة فيها خطر بيولوجي، تمام؟ ثاني شيء عندنا لازم يكون في فصل بين منطقة الإدارية أو الأشخاص الإداريين ومنطقة العمل داخل المختبر، ما ينفع نحن نخلط بينهم، لذلك يجب الفصل يكون فصل واضح. لا طبعا الهدف منا عدم انتشار العدوى بين الممارسين الصحيين والإداريين وانتقالها إلى المرضى أو أماكن أخرى. بالإضافة أيضا مناطق جمع العينات كمان لازم أنها تفصل عن مناطق العمل داخل المختبر. عندنا كمان الـ Service of Laboratory اللي هو سطح الـ Laboratory Counter أو البنش بنسميه، لازم يكون مصنوع من مادة ملساء ناعمة عساس يسهل تنظيفها بالمطهرات المعتمدة من الوزارة، وكمان مع تكرار التنظيف إنها ما تتأثر، يعني هذه المادة المصنوعة من مصنوعة منها الكاونتر. طبعا عند تصميم منطقة المختبر في أشياء مهمة أو أدوات مهمة يجب تواجدها في هذه المنطقة. أول شيء في شيء اسمه خزانة الأمان البيولوجية اللي هي Biological Safety Cabinet، كلنا عارفينها. طبعا تكون من فئة مخصصة زي ما احنا ذاكرينها لاحتواء أي من الميكروبات اللي راح تنتشر في الهواء الجوي. كمان لازم تكون بعيدة عن حركة مرور الممارسين الصحيين أو الموظفين الموجودين في هذا القسم، بعيدة عن التيارات الهوائية، بعيدة عن الأبواب والنوافذ لعدم انتشارها أيضا بين الممرات والأقسام المجاورة. كمان لازم يكون في المنطقة نفسها عمل حوض مخصص لغسل اليدين، طبعا تكون مختلفة طبعا عن هذه اللي تستخدم لسوائل الجسم والعينات والمواد الكيميائية، مختلفة تماما، يعني تكون مخصصة فقط لليدين ولا تستخدم في مثلا إذا جمعنا عينات أو مثلا جبنا دم أو بول أو غيره من السوائل الجسم، لا تستخدم في هذه المنطقة أو في هذا الحوض. كمان اللي هو غسل العين اللي نسميه إحنا الان emergency eye wash لازم تكون موجودة في حالة تعرض للدم وسوائل الجسم داخل المختبر. طبعا لكل قسم من أقسام الخدمات المساندة تم إصدار أدلة إرشادية لها معتمدة من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، من ضمنها Central Laundry اللي هي المغاسل المركزية والتعقيم، وعندنا الكيتشن. في حال الحاجة للإطلاع عليها أرجو الذهاب للموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة أو الدليل الإرشادي المصدر. في السلايد القادم راح يكمل معنا دكتور سامح توفيق المواضيع التابعة للكونستركشن. أرجو الاستمتاع والفائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الجزء ده على الكومباوندد سترايل بريباريشنز. الكومباوند سترايل بريباريشنز دي اللي هي تحضير وخلط المحاليل الوريدية والتحضيرات الصيدلانية الوريدية. طبعا من الاسم هي عبارة عن مستحضرات صيدلانية، محاليل بتركيزات خاصة بتطلب بنسب خاصة من الأطباء لعلاج المرضى، سواء محاليل بتتحقن عن طريق الوريد أو عبارة عن حقن وريدي، يعني أدوية أو خلطات للحقن الوريدي، وأيضا بعض المراهم والقطرات المستخدمة في بعض أمراض العيون.
طيب مكان تحضير الكومباوندد سترايل بريباريشن او المحاليل التركيبات المعقمه الصيدلانيه، مكانها دايما بيكون طبعا مكان ده افضل مكان للصيدليه، وطبعا بيتم بايد صيادله مدربين، وطبعا المكان ده لازم يكون مكان مخصص بداخل الصيدليه وله مواصفات هي دي اللي هنذكرها. مواصفات مكان خلط والمحاليل الوريدية التركيبات المعقمة بداخل الصيدلية. طبعا هو مكانه بداخل الصيدلية، في عندنا مكانين للتحضير، عندنا مكان لتحضير المركبات الوريدية والحقن الوريدي، ومكان لخلط الأدوية المستخدمة في الحقن الوريدي. طبعا المكانين المفروض يفترض فيهم طبعا التعقيم، ان يكون سطح مطهر تطهير عالي، يكون في محطة عمل مزودة بكابينت مخصوصة في منطقة عمل عليها حماية بواسطة ستارة هوائية، الهواء اللي متحرك بداخل هذه الستارة الهوائية يكون بيمر على فلتر عالي هوائي عالي كفاءة، كفاءته طبعا أعلى من 99.97%. لازم يكون في طبعا زي مونيتور أو شاشة بتوضح عمل النظام اللي هو الستارة الهوائية أو الاتجاه الهوائي الخاص بمحطة العمل دي لخلط المحاليل. طيب بالنسبة للغرفة خاصة اللي هي بنقول عليها الكلين روم، الكلين روم دي عبارة عن منطقة مخصصة لخلط وتجهيز المحاليل الوريدية، موجودة بداخل الصيدلية منفصلة فصل مادي، يعني لها جدران خاصة مفصولة فصل مادي، مكونة من منطقتين انتي روم او اريا منطقة دخول. منطقة الدخول دي اللي بتخش فيها طبعا بيكون موجود فيها محطة لغسيل الايدي، موجود فيها محطة طبعا لارتداء الواقيات الشخصية، اهم حاجة طبعا بيكون في واقيات شخصية كاملة، بتكون المنطقة دي منطقة مغلقة ومفصولة ماديا بحاجز مادي عن المنطقة تحضير المحاليل الوريدية، المكان نفسه اللي هو الكلين روم. الغرفة اللي هي الانتي روم دي هتكون مخصصة لاستبدال الملابس والادخال المستلزمات اللي هي الرو ماتيريال الخاصة اللي انا هدخلها بعد كده استخدمها، هي طبعا منفصلة عن منطقة التحضير بواسطة نافذة باث رو اللي هي نافذة يمكن تمرير منها بعض اللي هي المنتجات الخاصة اللي انتهت اللي هي المحاليل الوريدية اللي تم تحضيرها، يتم امرارها الى الخارج او امرار بعض المنتجات اللي هي الرو ماتيريال اللي هي المواد الخام او العبوات الاساسية للمحاليل اللي انا هستخدمها في التحضير بداخل الغرفة. هنتكلم على الغرفة نفسها اللي هي الكلين روم او البفر اريا، دي الغرفة اللي بيتم داخلها خلط المحاليل الوريدية. الغرفة دي بيتم داخلها كل انشطة خلط المحاليل الوريدية، الانشطة بتتم في جو معقم، الغرفة دي لازم طبعا تكون الهواء اللي داخلها عن طريق هيبا فلتر، بالإضافة إلى أن بيكون بداخلها محطة أو سيفتي كابينت، بيولوجيكال سيفتي كابينت طبعا لها كلاس، يا إما كلاس A1 أو B1 أو B2 أو كلاس 3 بيولوجيكال سيفتي كابينت اللي هي كابينة الأمان. طبعا كابينة الأمان دي لها مواصفات دقيقة جدا، ولازم يكون عليها ليبل او ستيكر خاص بالمينتنانس الدوري بتاعها عشان نضمن كفاءتها في العمل. لازم الهبة فلتر المزود بيها اللي هو مزود في كابينة الامان دي لابد انه يكون له كمان برضو مينتنانس ويستبدل باستمرار ويتحط ده بستيكر واضح. معدل تغيير الهواء داخل الغرفة النظيفة لخلط المحاليل الوريدية بيكون حوالي 30 مرة في الساعة.
او يكون 15 اذا كان السيفتي كابينت البيولوجيكال سيفتي كابينت او كابينه الامان لها برضو معدل تغيير الهواء في الساعه حوالي 15 مره في الساعه. طبعا الحراره لازم تكون مودريت تمبريتشر 20 درجه مئويه، والرطوبه كذلك رطوبه منضبطه ما تقلش عن 30 وما تزيدش عن 60 بداخل الغرفه عشان تحقق جو من الراحه للعاملين وجو مثالي لاجراء عمليه مهمه جدا زي خلط المحاليل الوريديه. محاليل دي مؤثره انها لو حصل فيها تلوث او تعرضت للتلوث قد تؤثر على طبعا المرضى لانها بيتم حقنها بداخل المرضى، وطبعا معظم المحاليل دي بتروح على الاغلب لوحدات الرعايه المركزه للاطفال حديثي الولاده. الاسطح والاسقف وجميع الاسطح بداخل الغرفه النظيفه يجب ان تكون ملساء لا يوجد بها اسطح متعرجه او اسطح خفيه او اماكن مخفيه لتسهيل عمليه التنظيف والتطهير المتكرر، لان احنا زي ما اتكلمنا ان احنا بنتكلم على مكان هيحضر فيه محاليل وريديه معقمه للحقن الوريدي، يبقى هذا المكان لابد ان يتم تنظيفه وتطهيره بصفه دوريه بالمطهرات المعروفه المعتمده، وان الاسطح والارضيات والاسقف تدعم عمليه التنظيف والتطهير المتكرر. هنتكلم على السويلد ورك روم او سويلد هولدنج روم اللي هي مشهوره في مستشفياتنا ومنشاتنا الصحيه، الديرتي يوتيليتي روم. دايما المنشاه الصحيه في كل اقسام العمل فيها بالذات الكلينيكال ارياز الاقسام الخدمه الرعايه الصحيه يجب ان يكون بداخلها نوعين من الغرف الخدميه، غرفه المستلزمات النظيفه وغرفه المستلزمات المتسخه. احنا هنبدا هنا بغرفه المستلزمات المتسخه اللي هي الديرتي يوتيليتي روم. اول حاجه طبعا الغرفه دي لازم يكون موجوده بداخل الكلينيكال اريا في مكان بعيد طبعا بعض الشيء عن اماكن تخزين الادويه والمستلزمات والاماكن النظيفه، وتكون طبعا غرفه مغلقه بباب ومفصوله تماما عن بقيه اقسام العمل بداخل منطقه الرعايه الصحيه. الغرفة دي عليها ليبل طبعا او يافطة واضحة جدا ان هي مكتوب عليها غرفة المستلزمات المتسخة. طيب الغرفة دي وظيفتها ايه ويا ترى تركيبها ايه او وصفها ايه؟ طبعا هي غرفة مساحتها متوسطة جدا بيكون مزودة بمحطة لغسيل الايدي، حوض بمواصفاته الكاملة لغسيل الايدي وعليه الصابون السائل وعليه مستلزمات تجفيف الايدي، مزودة ايضا بحوض ارضي او شاورينج خاص بتنظيف مستلزمات النظافة، يعني بنغسل فيه الموبس اذا كانت الموبس من بتغسل في اخر اليوم او عند الاتساع، او كمان مزودة او يمكن التخلص او مزودة بحوض للتخلص منه من فضلات المرضى اذا كنا بنستخدم البيت بان اللي هو القعدة الخاصة بالمريض او المبولة الخاصة بالمرضى. ايضا في هذه الغرفة لو احنا المكان مستشفى عنده مكان جهاز اللي هو البيت بان ووشر اللي هو جهاز غسيل المباول والقصاري الخاصة بالمرضى للتخلص من فضلاتهم، الجهاز ده بيكون مكانه موجود في الديرتي يوتيليتي روم او غرفة المستلزمات المتسخة. ايضا الغرفة دي هتكون فيها طبعا محطة عمل وبنقدر نخزن فيها كل ما هو متسخ بصفة مؤقتة اللي هو مثلا الديرتي لينن المفروشات المتسخة، يكون فيها الهامبرز الخاص بيها الهامبر الخاص بيها للمفروشات المتسخة موجود في الغرفة دي، ايضا بيكون في كونتينر مؤقت لتجميع النفايات الطبية والنفايات العادية لكونتينرز يعني حاويتين منفصلتين، وكل ده بيعتبر تخزين مؤقت للمستلزمات المتسخة. كل ما هو متسخ وتم استخدامه وتلوث مع المريض من أجهزة ومستلزمات أو بيدخل في الديرتي يوتيليتي روم لحين نقله لمكان آخر. تاني غرفة عندنا في قسم في الأقسام الطبية أقسام رعاية المرضى
زي ما قلنا عندنا، زي ما عندنا ديرتي يوتيليتي روم عندنا كلين يوتيليتي روم او كلين ورك روم. ايه الغرفه الكلين يوتيليتي روم دي؟ على عكس الديرتي يوتيليتي روم بنحط فيها طبعا اللينن النظيفه، بيكون فيها طبعا اساسي طبعا هاند هايجين ستيشن او محطه لغسيل الايدي بالصابون السائل والفوط التجفيف الفوط الورقيه للتجفيف. ايضا كل المستلزمات المستخدمه في رعايه المريض اللي هي طبعا بخلاف الادويه والمستلزمات الطبيه ممكن انها تبقى موجوده في الغرفه دي. يهمني في الغرفه دي انها تكون نظيفه فعلا طول الوقت، وان ما يتحطش فيها مستلزمات متسخه، وايضا انها لا تستخدم للمستلزمات الشخصيه الخاصه بالعاملين، يعني زي طبعا المأكولات المشروبات الملابس الخاصه بالعاملين الحقائب الخاصه بالعاملين. هذه الغرفة مخصصة فقط للمستلزمات النظيفة المستخدمة في رعاية المرضى، حط فيها الستائر النظيفة، المفروشات الأسرة النظيفة، أغطية الوسائد النظيفة، كل ذلك، وبالإضافة طبعا إن فيها محطة لغسيل الأيدي زي ما اتفقنا، وعليها طبعا بره يافطة صريحة إن دي غرفة المستلزمات النظيفة أو كلين يوتيليتي روم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من موضوع الكونستراكشن ومكافحة العدوى، تعليمات مكافحة العدوى أثناء تنفيذ عمليات الترميم والهدم والبناء في المنشآت الصحية. هنتكلم على في الجزء ده على إيه الأنشطة المفروض اتباعها لتلافي خطر العدوى اللي قد يحدث أثناء تنفيذ عمليات الترميم في الأقسام، وهنشوف ازاي بيتحسب مقدار الخطوره، معيار الخطوره بواسطه نموذج خاص وبواسطه معادله خاصه لهذا الكلام. هنشوف الموضوع ده ممكن يتحسب ازاي، وهنقول ايه الاجراءات اللي بتتم قبل واثناء وبعد. انفكشن كنترول ريسك اسيسمنت اللي هو الاكرا. الحقيقة إن موضوع construction ودور infection control في حماية العاملين والمرضى بداخل المنشأة الصحية أثناء عمليات الترميم والهدم والبناء، ودي طبعا بنشوفها كل يوم في مستشفياتنا، تعمل لها بتعتمد على تول أساسي من تولز الخاصة بالinfection control. إزاي تقدر تقيم خطورة الإجراء اللي أنت بتعمله؟ يعني سمينا التول ده كلنا عارفينه اسمه إكرا اللي هو infection control risk assessment، وكمان بنحط معاه ان الاكرا ده should be full field، ونحسب الريسك الخطوره معيار الخطوره ونقدمه للانفكشن كنترول علشان ياخد قرار في الاجراءات اللي هتتم في قبل واثناء وبعد الاجراء، وذلك حسب خطوره الاجراء. خطوره الاجراء زي ما هتشوف هتعتمد على عاملين رئيسيين بيشتركوا مع بعض، مكان الاجراء وعمق الاجراء. يعني اكيد طبعا الاجراء نفسه هيختلف في شدته ما بين ازاله حائط او رفع سقف ما بين او تغيير مصباح كهربائي، والمكان مهم. يعني مش معقوله هغير مثلا مصباح كهربائي في قسم اداري زي تغيير مصباح كهربائي في قسم ذو خطوره مرتفعه جدا زي قسم العمليات الجراحيه. طيب اتفقنا ان الاكرا دي هي عمود العمل الخاص بالكونستراكشن. طيب ايه المخاطر اللي انا خايف منها عشان كده بقعد احسب ريسك اسيسمنت كثير ومعمول شغل كبير ولازم ورك بيرميت نموذج للموافقه على الاعمال من مكافحه العدوى؟ طبعا اول حاجه ان الدست والغبار والاتربه اللي بتحدث وتنتج دائما عن عمليات الترميم واعاده الهدم والبناء والهدم واعاده البناء بتحتوي على حاجه ذات خطوره، وطبعا ده بريسيرشز ابحاث علمية دقيقة، بتحتوي على ميكروب خطير جدا اللي هي ميكروبات الأسبريجيلس. هو في الأغلب هو فطر، طبعا فطر الأسبريجيلس بيسبب أسبريجيلوزيس، وهو مرض خطير بيصيب بالذات المرضى ذوي المناعة المنخفضة قليلا. الحاجة التانية إن من ضمن الحاجات اللي برضو بتسبب خطورة وبنخاف منها وعشان كده بنعمل الكونستراكشن ألف حساب من ناحية الانفكشن كنترول، بنتكلم على ان دايما انظمة التهوية، طبعا نظام التهوية لو هو ما حصلوش عزل كامل في المكان اللي فيه كونستراكشن ممكن الاتربة المحملة بالفطريات والميكروبات وغيرها
والتراب ومنتجات البناء والهدم تتراكم بداخل الممرات التهوية الخاصة بأنظمة التهوية وسيستم التهوية الموجود في المنشأة الصحية وأماكن رعاية المرضى، ويحصل لها طبعا بلوكج، الفلاتر تقفل، فلاتر السيستم نفسها تقفل، يحصل طبعا الفلو اوف اير يقل، ويحصل ديستربنس في النظام كامل من ناحية طبعا سرعة تدفق الهواء ونسبة الضغط والرطوبة والحرارة، فده بيعمل فيلير. واحنا عارفين ان فنتليشن سيستم شيء مهم جدا من ناحية الانفكشن كنترول في اقسام رعاية المرضى، وبخاصة في بعض الاقسام الحرجة زي غرفة العمليات والايزوليشن روم والبروتكتيف ايزوليشن اللي هي غرف العزل الوقائي. ثالث حاجة بنقول ان البيشنت رومز والسبلايز وغرف المرضى ومستلزماتهم كلها ممكن تكون عرضة للتلوث اذا تعرضت للغبار او الاتربة اللي بتحدث عن عمليات الترميم في الاغلب، واذا ما تمش احتوائها بصورة جيدة ممكن تلوث كل المستلزمات. يعني يكون عندي اجهزة فنتليتورز، مستلزمات خاصة بالمريض المفروض انها مستلزمات معقمة او نظيفة او مطهرة تطهير عالي المستوى، يحصل يتراكم عليها الغبار حتى لو على هي مغلفة ويتراكم على أغلفتها، وده يتسبب ان الغلاف نفسه يكون ملوث، وده احنا شيء ممكن يسبب خطورة في انتقال العدوى لمرضى، وبخاصة في بعض الأقسام اللي فيها مرضى ذوي مناعة منخفضة. مولدز اند فانجل باثوجينز، احنا طبعا قلنا في السلايد اللي فاتت اتكلمنا على الاسبرجيلاس فانجس والاسبرجيلوزس، المرض اللي بيسببه الاسبرجيلاس فانجس. طيب عايزين نقول شويه معلومات بسيطه كده عن الاسبرجيلاس فانجس والاسبرجيلوزس كمرض والفانجل انفكشن بصفه عامه. طبعا الفانجس بصفه عامه والاسبرجيلاس فانجس موجود دايما في الاتربه وموجود في الاتساخات وموجود في الأماكن المخفية في وممكن يبقى موجود في ممرات التهوية. طبعا بيزداد في العدد والخطورة بيزداد في وجود الرطوبة، وجود الهيوميديتي بالذات في الأماكن، لذلك نقدر نقول أنه مخيف جدا أنه يكون موجود في التكييف، أجهزة التكييف اللي هي بيبقى فيها رطوبة وتراكم للرطوبة والتكثيف للرطوبة ممكن يكون فيها الفطر ده. بعض الفطريات ممكن تنتقل عن طريق الهواء طبعا. فيما يخص الاحتواء التلوث أثناء عمليات الترميم، احنا هنقول هنا مجموعة إجراءات عامة، هي دي إجراءات عامة ممكن تنطبق على بعض البروجيكتس ومش كل البروجيكتس، لأن مش كل البروجيكتس بينتج عنها هذه الكميات من الغبار والأتربة، لكن بصفة عامة في أثناء عمليات الترميم والهدم والترميم وفي المنشأة الصحية لازم يكون في معايير عمل آمنة وممارسات عمل آمنة. طبعا أول حاجة فيها أن كل يوم لابد من مراجعة معايير الأمان الموجودة في الموقع، لازم الغبار والمخلفات الهدم والترميم في الموقع لازم يتعمل لها، تطرد طبعا، تتشفط، ما تخشش جوه المنشأة، يعني تخرج تتشفط خارجا وغالبا على فلتر ويحصل لها عملية شفط. كمان إزالة الغبار والركام الناتج عن عمليات الترميم ديلي أو بصفة مستمرة، ما تسيبهوش موجود لأن ممكن يكونوا موجود إن هو ينتشر إلى أجزاء أخرى من المنشأة. كمان برضو مهم جدا عملية تنظيم عمليات المرور، عمليات المرور العمال داخلين العمال خارجين، دول عمال هدم وبناء ملابسهم قد تكون ملوثة بعض الشيء أحذيتهم، لابد من عمليات تنظيم مرورهم ومرور مخلفات البناء ومرور مواد البناء ومواد الترميم. ما ينفعش تمر مثلا بداخل أقسام طبية، لابد أنها تمر بصورة آمنة، حتى وإن كان اضطرينا نمر في أقسام طبية لازم يحصل خطة للمرور بحيث أنها تكون في وقت قليل الازدحام وفي غير أوقات المرور الأطباء والعمل. Work site cleaning اللي هو عمليات تنظيف مستمرة للموقع بحيث ان هو ما يتراكمش فيه اي اتربة او غبار قد يحدث انها تنتقل الى خارج المكان. Clean clothing and tools، كل الادوات اللي بتتحرك خارج الموقع وبتخرج وبتدخل زي كارتس والادوات والسبلايز والملابس العاملين،
لازم احرص ان الناس دي تتجول بملابس نظيفه وتتحرك ملابس نظيفه، وان الادوات دي يتم تنظيفها قبل خروجها من الموقع، ومراقبه ده طبعا بصفه مستمره اكيد. طبعا في انجينيرنج كنترولز اللي هي احتياطات هندسيه طبعا بيشرف على تطبيقها الانفكشن كنترول بالتعاون مع قسم الهندسه او المهندسين في المنشاه الصحيه او في الموقع اللي بيتم فيه عمليات الهدم والبناء والترميم. لازم طبعا اهم حاجه ان هم يعملوا كرييت نيجاتيف بريشر. طبعا الكلام ده بنعمله لما يكون في كميه غبار عاليه وكميه اتربه يعني تنتج عن عمليه الترميم، لازم المكان ده يتعمل له يكون سالب الضغط ويكون فيه شفط واكزوست واحتواء للاتربه، وكمان يتحط باريرز اللي هي فيزيكال باريرز، يعني نحط بلاستيك، نحط جيبسون بورد، المهم نمنع الموقع ده تماما يبقى كلوزد وقدر الامكان لا يمكن تسرب منه اي اتربه او غبار. زي ما اتفقنا في السلايدز قبل كده ان الاتربه والغبار قد تحمل فطر خطير جدا، العدوى بيه قد تكون مميته للمرضى ذوي المناعه المنخفضه. طبعا هنتكلم على ايه، وده مهم جدا بالنسبه لنا احنا كانفكشن كنترول ديبارتمنتس او اقسام مكافحه عدوى. احنا هنتكلم على مسؤولياتنا اثناء عمليات الهدم والترميم. الحقيقه ان مسؤوليه الانفكشن كنترول مسؤوليه كبيره ومسؤوليات متعدده، لكن كلها بتشمل مراقبه ومتابعه وتخطيط واشراف. طبعا الانفكشن كنترول لازم في الاول خالص قبل العمل لازم ياخد يتعمل ورك بيرميت اللي هو نموذج موافقه اعمال من مكافحه العدوى. يعني بدون نموذج موافقه الاعمال ده مكافحة العدوى، يعني لو ما في مشروع وجد ولم يتم موافقة مكافحة العدوى أو لم يمر على مكافحة العدوى لتقييم المخاطر وإعطاء موافقة مكتوبة أوفيشيالي رسمية للأعمال، المشروع ده ممكن فعلا يوقف في أي وقت باي أوثورتي. طبعا طبعا هم لازم الأول المكافحة العدوى من ضمن مهمهم ومسؤولياتهم إن هم يدوا موافقة العمل بعد حساب الخطوره اللي هو تطبيق الاكرا انفكشن كنترول ريسك اسسمنت. وكمان من ضمن مسؤولياتهم بعد ما يدوا الورك بيرميت ان هم يعملوا متابعه ومراقبه دقيقه للاعمال اللي بتتم في مشروع للتاكد من تطبيق اجراءات السلامه والاحتواء اثناء وقبل واثناء وبعد عمل عمليه الترميم. من ضمن واجبات الانفكشن كنترول ومسؤولياتهم ان هم يدوا تعليمات ويدوا توصيات خاصه باحتواء الاحتواء الكامل المادي للمكان واغلاقه بصوره دائمه لمنع تسرب اي غبار او اتربه. كمان التخطيط والتاكيد على اقسام الصيانه ومدير المشروع بغلق طبعا او عزل ممرات المياه اللي هي انابيب المياه وانابيب الصرف وانابيب التهويه تماما لمنع تلوثها بالاتربه والغبار وتاثر هذه الشبكات في مستقبلا سواء من حيث الكفاءه او نشر العدوى لاماكن اخرى. كمان لازم مهم جدا ان هم يراجعوا خطه حركه العمال وحركه المواد والتايمينج الخاص بيها، ازاي امتى تخرج وامتى تدخل السبلايز المطلوبه للترميم، لازم يراجعوها بصوره دقيقه لان قد تكون مسارها بيتعارض مثلا مع مسار مرضى رايحين العمليات. طبعا الكلام ده ذو خطوره عاليه، او مرضى راجعين من العمليات ذو خطوره عاليه، يبقى لازم اغير. لو مضطر اخد ذا سيم واي يبقى اي هاف تو ان انا اغير مسار هؤلاء المرضى، او اغير طبعا التايمينج اللي همر فيه بالمعدات وطبعا الانقاض والمواد المستخدمه اللي هتخرج من المشروع. ويفضل طبعا يفضل انها ما تمرش خالص بهذه الاماكن. كمان برضو مهم جدا بالنسبه لهم الاحتواء اثناء عمليات النقل للمواد والمخلفات الناتجه عن عمليات الترميم، لازم ما تعديش كده مثلا مفتوحه اوبن في المكان، لا شود بي انها تتغطى بطريقه معينه وتبقى كلوزد وكونتيند منعا لانتقال العدوى منها. كمان مهمة مكافحة العدوى ان هو يجيب السوبرفايزورز بتوع العمال والعمال نفسهم ان امكن طبعا اللغة والتواصل كان يسمح، لازم يوصلوا لهم مسجز خاصة بعمليات بتعليمات مكافحة العدوى اثناء الاحتواء والترميم
وازاي ان هم يحتووا الغبار، ازاي ان هم يحموا نفسهم من التلوث. هم بيشتغلوا في اقسام اصلا طبيه، رعايه طبيه كده. دي ادوار مكافحه العدوى كلها. في تحذير خطير جدا وملاحظه خطيره جدا مهمه لازم تكون مطبقه بخصوص مكافحه العدوى والصلاحيات بتاعتهم اثناء تنفيذ عمليات اي عمليه، طبعا ترميم او عمليات صيانه بداخل اقسام المنشاه الصحيه. اي اجراء زي ما قلنا، لو ان حصل الانفكشن كنترول اثناء مراقبته للمشروع من اول لحظه لاخرها لم اكتشف عدم تطبيق تعليماته بخصوص احتواء الغبار واحتواء التلوث والنقل الامن للنفايات والمخلفات الخارجه من المشروع، او اي غلطه قد تؤثر سلبا على حدوث تسرب للميكروبات او الفطريات لتسبب خطوره للمرضى الموجودين بداخل الاقسام المجاوره بالمنشاه الصحيه، من حق الانفكشن كنترول يكون من صلاحياته، ودي تكون مؤكده وواضحه في سياسات العمل بالمستشفى، ان حق الانفكشن كنترول انه يتم يطلب فورا ايقاف المشروع ويتم تنفيذ ذلك فورا، يتم ايقاف العمل بالمشروع فورا لحين تلافي الاخطاء الحادثه، لان طبعا الخطوره زي ما اتفقنا خطوره مرتفعه جدا. ريسك اسيسمنت اند كنترول بلان. كل عمليات الكونستراكشن في المنشأة الصحية وعمليات الهدم والبناء والتجديد، كل أنشطتها لابد إنها تكون تتعامل بواسطة تطبيق الريسك اسيسمنت اللي هو تقييم المخاطر. ليه؟ لأن تقييم المخاطر بيوضح لي إن الإجراء ده له خطورة التالية، والخطورة دي على المرضى وعلى العاملين من خلال موضوع انتقال العدوى. ريسك اسيسمنت كنترول بلان. وطبعا نتيجة تقييم المخاطر ده بيكون عندي إجراءات يتم اتخاذها لجعل الإجراء الترميم والإجراءات اللي اتخذ أثناء الترميم وإعادة الهدم والبناء آمنة من حيث نقل العدوى، وتمنع تعرض المرضى والعاملين والزوار للمخاطر. توجد 4 تخاوير تخص عملية تقييم المخاطر وخطة العمل من ناحية مكافحة العدوى في إجراءات الهدم والبناء والترميم. هما 4 محاور مهمين. أول حاجة لازم أعرف نوع construction. نوع construction بمعنى، يعني إحنا اتفقنا أن construction له نوع، له بيقع تحت مستوى خطورة معين بحسب مكانه، وبعدين ببتدي احط له كلاسيفيكيشن، احطه ده كلاس 1 2 3 4. طيب اول حاجه، اول خطوه ذا فيرست كي از تو ايدنتيفاي ذا كونستراكشن تايب. لازم اوضح نوع الكونستراكشن، واتفقنا ان نوع الكونستراكشن كاعاده وافاده ليكم، ان نوع الكونستراكشن بناء على عمق الاجراءات اللي هتتم. يعني هصلح لمبة كهرباء وهغير مفتاح نور، مش زي ما اكون هشيل حائط ولا هفتح على مواسير صرف ولا هشيل بلاطات سقف وابتدي اشتغل في ديب كونستراكشن. تمام. تاني خطوة بعد ما عرفنا نوع كونستراكشن، نعرف مقدار الخطورة. مقدار الخطورة هيتم ازاي؟ ان عن طريق تعريف القسم المراد اجراء فيه الترميم والكونستراكشن والهدم والبناء. يعني مش معقول ان انا شغل كونستراكشن في غرفه العمليات هيكون مساوي لكونستراكشن في غرفه مريض تنويم عادي او في مكتب اداري بالمنشاه الصحيه. طيب النوع الحاجات الثالثه، الاجراء الثالث، هو عباره عن انتجريشن، او زي ما قلنا الماتريكس، ادخال جميع مع بعض التايب والريسك، نوع كونستراكشن ومكانه، بيدوني معيار خطوره. معيار الخطوره ده هو اللي بيصنف لي الكونستراكشن. الكونستراكشن ده بيقع تحت جروب 1 2 3 4. طيب وبناء على المعيار ده في اجراءات يجب ان تتخذ قبل واثناء وبعد الكونستراكشن لجعل الكونستراكشن اجراء امن تماما من ناحيه مكافحه العدوى. وعليكم. Pre-construction and renovation infection control risk assessment permit matrix for precautions of construction renovation.
عندنا ايه هي الماتريكس؟ الماتريكس بتعتمد على هما الموضوع كله بتاع عملية تقييم المخاطر أثناء من ناحية مكافحة العدوى، أثناء تنفيذ كونستراكشن أو ترميم أو إجراء مشاريع صيانة بداخل المنشأة الصحية، وطبعاً بنتكلم من منظور مكافحة العدوى، بيعتمد في الأساس على أربع خطوات اللي اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت، لكن هنا بنختصرهم وبنقولهم إنهم أربعة. الأربعة دول بيؤدوا إلى step 1 construction activity اللي هو نوع construction، step 2 اللي هي identify the patient risk group، وطبعا البيشنت ريسك جروب دي جاية من البيشنت موجود في which department، في departments ما فيهاش patients فالريسك جروب منخفض جدا أو معدوم. الإجراء الثالث بعمل integration، بدخل التايب في الريسك جروب وبناء عليه بنطلع لنا بالماتريكس. الماتريكس اللي هي عبارة عن مصفوفة أو منظومة بتوضح لي في الآخر نوع الترميم من حيث النوع ومن حيث الرقمي. عندنا 1 و2 و3 و4، كل نوع من المستوى من مستويات التصنيف للعمليات الترميم دي له إجراءات قبل وأثناء وبعد حتى تجعل الترميم آمناً من ناحية مكافحة العدوى. طيب أول خطوة اتفقنا دي الخطوة نمبر 2 اللي هي Infection Control Risk Assessment Patient Risk Categories. الكاتيجوريز الخاصة بالبيشنت ليها علاقة أكيدة بحالته الصحية، وحالته الصحية اللي هي ليها علاقة بمكان إقامة المريض أو مكان الخدمي اللي بيقدم الخدمة للمريض. طبعا بعد بحث طويل جدا في معيار الخطورة قسموا المخاطر من حيث عمليات الترميم ومكافحة العدوى في الترميم إلى 4 risk groups. عندنا في group with low risk اللي هم office areas، طبعا مش هنقرأ الكلام ده كله ممكن تقروه، لكن هو office areas اللي هو يعني مكتب المدير، مكتب الإدارة، مكتب المالية، مكتب شؤون الموظفين، مكتب شؤون المرضى، أماكن إدارية. طيب والميديم ريسك، ميديم ريسك كمثال ليها طبعا الفيزيوثيرابي والراديوثيرابي، أقسام بيعدي عليها المريض لكن مفيش فيها إجراءات عميقة جدا. الهاي ريسك لهذا احنا روحنا للCCCU رعاية القلب، روحنا للطوارئ. هايست ريسك طبعا زي ما انتم متوقعين هيكون غرف العمليات وغرف العزل الايجابي والسلبي. كونستراكشن اكتيفيتي نوعه حسب الاجراء العميق بتاعه. طبعا انا مش طالب من حضراتكم ان كل واحد يحفظ التايب اوف كونستراكشن، ليه طبعا؟ لان ده كلام مقاولين ومعمارين ومهندسين واحنا ناس بتوع انفكشن كنترول. لكن انت بعد شويه بعد ما هتمسك الاكرا اللي هي انفكشن كنترول ريسك اسيسمنت الورك بيرميت اللي بيجي لحضرتك اللي كذا ورقه، هو موجود فيه كل الكلام اللي احنا بنقوله ده مكتوب، فحضرتك بتعلم بس بالقلم على الكونستراكشن اكتيفيتي. طبعا هم هيكتبوا لك ايه اللي هيعملوه، هنخلع بلاطه سقف ونبص على مواسير الكهرباء والميه والكلام ده، فهم هيكتبوا الكلام ده علشان يوضحوا لك نوع الكونستراكشن. بس هتحاول تشوفه في الجدول ده بيندرج تحت ايه، A و B و C و D. طبعا بيتراوح A لحد D من عمق الإجراءات، يعني قد نصل إلى D إزالة حوائط كاملة وأسقف، وقد نصل وإجراءات بسيطة في A اللي هي شغل مثلا في فيش كهرباء، شغل تغيير لمبة كهرباء بس. طبعا ده معاد طبعا بعض الشيء. الستيب 2 اللي هي توضيح الريسك جروب بتاع البيشنت، وقلنا انها 4 جروبس، جروب 1 جروب 2 جروب 3 جروب 4، ستارتنج فروم لو ريسك تو ميديوم ريسك تو هاي ريسك تو هاي ريسك حسب القسم اللي فيه المريض. وصلنا الى الماتريكس اللي هي ستيب نمبر 3. احنا عرفنا القسم او الريسك جروب الخاص بالمريض بناء على معرفه الديبارتمنت اللي موجود فيه المريض، وعرفنا عمق الإجراء الترميمي اللي هيتم. حطينا الاثنين المعلومتين دول في الماتريكس دي اللي هي في الآخر وضحت لنا نوع أو الكلاس الخاص بالعملية الترميم. يعني لما نقول إن مريض
لما نقول ان سيتم الترميم في مكتب مدير المستشفى وسيتم مثلا استبدال فيش كهربائي، يبقى ده تايب ايه، اجراء بسيط جدا لا يتناثر عنه غبار. واتفقنا ان معيارنا الاساسي وخوفنا الرئيسي في عمليات الترميم هي وجود غبار وانتشار الغبار من عدمه. يبقى الاجراءات البسيطه زي تغيير لمبه كهرباء، فيش كهرباء، او دي اجراءات هتكون بسيطه. طبعا قد يصل الموضوع في الهاي ستريسك جروب، يعني هعمل شغل في غرفه العمليات والاجراء اللي هعمله هيكون فيه اجراء تناثر الغبار بقى لحد ما، خيار الخطوره عالي، الكلاس هيكون كلاس 5، الكلاس هيكون كلاس 4. كلاس 4 في عمليات الترميم معناها اجراءات عديده هنشوفها ازاي قبل واثناء وبعد، بالاضافه الى موعد الترميم نفسه. يعني كلاس، يعني انا ممكن اعمل ورك بيرميت لتغيير لمبه او فيش الكهرباء فورا، لكن مش هقدر اعمل ده اشيل حوائط ورذاذ واثاره للاثاره للاتربه والغبار الا لما اقيم ده قبلها بيومين وثلاثه. لذلك الورك بيرميت لازم يتمضى ايرلي، لكن في بعض التصريحات العمل اللي هي الطارئه ممكن يتم اتخاذ القرار فيها فورا، بالذات الاعمال البسيطه. طبعا نيجي للخطوه الرابعه اللي هي بتتكلم على، وده اهم شيء وده شغل الانفكشن كنترول فعلا. بعد ما عرفنا الكلاس اوف كونستراكشن بناء على التحليل والماتريكس، عرفنا بقى في اجراءات هتتعمل قبل واثناء وبعد. طبعا الاجراءات بتندرج بتتدرج من كلاس 1 لكلاس 4 في شدتها، لان طبعا على حسب زي ما اتفقنا الهاجس بتاعنا الرئيسي هو عمليه تناثر الغبار والرذاذ والاتربه والفطريات اثناء عمليات الترميم. فطبعا اثناء قبل واثناء وبعد لازم نقراها كويس، وانا هنا مش عشان اقولها لكم، هي مساله بسيطه كلها اجراءات تهدف الى الاتي: اول حاجه احتواء الاتربه والغبار، وتاني حاجه عدم نقل النفايات بصوره امنه، وتالت حاجه اعاده التنظيف والتطهير بعد العمليه بصوره امنه جدا. وصلنا لجزء تاني من الخطوه الرابعه اللي هي احنا اتفقنا في الخطوه الرابعه ان هنا دي الاجراءات اللي بناء على الكلاس بتاع الكونستراكشن. احنا هناخد اجراءات قبل الكونستراكشن واثناء الكونستراكشن وبعد الكونستراكشن. طبعا احنا عندنا اربع كلاسز، فطبعا الاجراءات كل ما بتزيد وتعلى جدا في كل المراحل حسب الكلاس. يعني الكلاس الاول والتاني اجراءات ابسط من التالت والرابع اللي هو اعلى حاجه من الاجراءات. طبعا شرح الاجراءات هو شيء دوام الاسهاب مش مطلوب، انا اقول لكم عليه لسبب بسيط، لان الاجراءات دي هتكون انيوميريتد وموجوده في الورك بيرميت زي ما قلنا، لكن بعد الوقت حضراتكم هتعرفوها. طبعا هي بتتراوح ما بين كل غرض هذه الاجراءات حاجه واحده بس: احتواء الغبار والاتربه الناتجه عن عمليات الترميم والهدم والصيانه، احتوائها ومنع وصولها الى المرضى، وبخاصه المرضى ذوي المناعه المنخفضه. طبعا قدامنا هنا السلايد دي فيها اخر اعلى اجراءات يتم اتخاذها مع اعلى كلاس في الكونستراكشن اللي هو الكلاس الرابع. طبعا الاجراءات كبيره جدا، بدايتها بيكون بالتخطيط والبلاننج وكل شيء، وتمر بالسيطره على الاتربه سواء بالعوازل الماديه وسواء النيجاتيف بريشر والستيكي مات الدواسه اللاصقه وغيرها، ونهايه بعمليات التنظيف والتطهير الجيده للمكان باستخدام مكانس وشفاطات الهبه فلتر وفلاشنج، تفتح المايه وتسيبها عشان تعمل فلاشنج للووتر بايبس، وكمان تنظف تفتح فتحات التهويه اخر حاجه وتنظفها من الاتربه، وتبتدي توبريت الاتش فاك سيستم نظام التهويه وتشوفه مظبوط ولا لا على البريشر وعلى الرطوبه والحراره المطلوبين،
وذلك قبل بداية إعادة العمل إلى الأقسام. Construction Containment Activities. الأربع نقط دول هنتكلم عليهم بالتفصيل في السلايدز اللي جاية، هما الإجراءات المستخدمة في احتواء أنشطة الترميم والبناء في المنشآت الصحية. طبعا ده من ناحية مكافحة العدوى، وزي ما اتفقنا وبنأكد تاني ان الهدف الرئيسي هو احتواء الغبار وعدم خروجه من مكان الترميم ووصوله للخارج ووصوله الى المرضى والمنخفضي المناعة والذين قد يتسبب لهم في اصابات بالعدوى. اول خطوة في احتواء التلوث في الاجراءات لاحتواء الغبار والاتربة barrier placement اللي هو وضع العازل. طبعا barrier placement ده بيتحط دايما في المستويات الترميم وكلاسات الترميم اللي هي مرجح ينتج عنها غبار يحتاج الى احتواء بواسطة حواجز مادية. طبعا الحاجز المادي ده بيتراوح في حالات الغبار الخفيف من بلاستيك ممتد للسقف والحوائط والأرضيات وملتصق بها اللي هو البلاستيك الشفاف أو الغير شفاف، أو يتعمل كحوائط من الجبسون بورد ويتم إحكام غلقها على المكان وتكون مغلقة المكان بصورة كبيرة. ثاني خطوة في الإجراءات التي تتخذ لاحتواء الأتربة والغبار الناتجة عن أنشطة الترميم في المنشآت الصحية. الخطوة الثانية اللي هي فلترة الهواء. فلترة الهواء ده عبارة عن إيه؟ إحنا طبعاً متفقين إن أثناء عمليات الترميم في كثير من العمليات الترميم بينتج عنها غبار وأتربة كثيرة، واتفقنا على خطورتها ونقلها لفتر الأسبريجيلاس اللي ممكن يسبب في أمراض وعدوى خطيرة وغيرها من الأمراض. هذه الأتربة يجب احتوائها تماما. اتكلمنا ان انا هحط فاصل مادي من البلاستيك او من الجبسون بورد في اول مرحلة. طيب في اجراءات اخرى الاير فلتريشن في وصلوا ان تكريت. طبعا الاير فلتريشن لازم ممكن اغير الفلاتر نظام التهوية بداخل المكان اللي بيتم فيه عملية الترميم، يتم تغييرها وتنظيفها. وكمان ان انا في اجراء تاني هنشير له في السلايدز القادمة ان نظام التهوية نفسه اقلب نظام التهوية في المكان لنيجاتيف بريشر او سالب الضغط، ده بواسطة أجهزة متنقلة بتوصل بالغرفة، فالغرفة المكان اللي فيه الترميم المغلق اللي أنا عملت له سيلينج يقلب لمكان سالب الضغط ويكون الشفط على الأجهزة المتنقلة دي، الأجهزة المتنقلة اللي بتخلق حالة من الضغط السالب بداخل المكان حتى لا يتسرب الغبار إلى خارجه. وانت لو عندك ضغط سالب بداخل مكان الترميم ده معناه حاجة واحدة، إن الهواء اللي من بره هو اللي هيدخل جوه، مفيش هوا من جوه محمل بالأتربة هيخرج بره، وإذا خرج بره هيخرج عن طريق جهاز الشفط القوي جدا اللي بيحدث موجة الضغط السالب بداخل المكان الترميم. هذا الجهاز يحتوي على فلتر، هذا الفلتر
يجمع الأتربة تماما، ولابد أن يتم استبداله وتنظيفه بصفة دورية. ثالث إجراء من إجراءات احتواء الغبار والأتربة الناتجة عن أنشطة التلوث هو زي ما اتفقنا ضبط والحرص على خلق فنتيليشن أو تهوية أو ضغط سلبي بداخل المكان، وإن الهواء يكون الاير فلو بتاعه بيبقى يتشفط لداخل الكونستراكشن اريا مش يخرج منها محمل بالغبار والأتربة. في الخطوة دي دخلنا على برضو وسيلة من وسائل الاحتواء. رابع نقطة هي الدبرس ريموفر، إزالة مخلفات البناء والترميم والأتربة، اللي هو يعني مخلفات الهدم والبناء والأتربة، كسر الحيط والأتربة المثارة المتجمعة بكل ده. طبعا لازم الإزالة دي تكون أولا أول بأول عشان لا تتراكم وتصبح مصدر للتناثر وفي خطورة أنها تخرج بره. زي ما احنا شايفين، زي ما بنكرر تاني، كل الإجراءات بتاعتنا هدفها هو احتواء الغبار الناتج عن عمليات الترميم. طيب الدبرس ريموفر، اجراءات عديده بتتخذ عشان ارفع الايه البقايا الاتربه والمخلفات البناء والترميمات من المكان اللي بيتم فيه الترميم. اول حاجه طبعا لابد ان انا ممكن استخدم رذاذ المياه علشان امنع تناثر هذه الاتربه اثناء عمليه الجمع والرفع، يعمل لها احتواء. طبعا رذاذ المياه اخليها مبلله ويت. طب تاني حاجه ان انا اجمعها في عربات مغلقه تماما، هذه العربات يمكن نقلها بامان في انحاء المنشاه. ومع ذلك لابد من اختيار وضع خطه بالتعاون مع قسم مكافحه العدوى والاقسام المعنيه لاتخاذ طرق محدده ومواقيت محدده لنقل هذه الاتربه حتى لا تتمر اثناء نقل مثلا مريض لغرفة السي تي او الام ار اي او غريض عناية مركزة، قد يوجد خطورة لتسرب هذه الاتربة لي، رغم ان انا حطيتها في عربة ومغلفة ومحطوطة في شكائر مغلقة، لكن كلنا في الانفكشن كنترول ما بتسيبش فرصة للخطأ. ايضا الادهيزف مات اللي تحت على الشمال في السلايد، ادهيزف مات اللي هي السجادة اللاصقة. السجادة اللاصقة هي سجادة طبعا طبية موجودة بتوضع على مدخل الترميم بحيث ان الأتربة والغبار العالقين بالأحذية الخاصة بالعمال اللي بيرفعوا الأتربة وبيشتغلوا في المكان ما تخرجش بره المكان. زي ما اتفقنا كل هذه وسائل احتواء الأتربة بداخل مكان الترميم. من ضمن الإجراءات اللي تتخذ لإزالة الغبار والأتربة استخدام مكانس مزودة بفلاتر عالية الكفاءة اللي هي المعروفة عندنا طبعا باسم هيبا فلتر. المكانس دي بتستخدم لأنها بتشفط الغبار على هيبا فلتر فتبتدي تنقي من الفيروسات والفطريات الذي قد يحتوي عليها ويمثل خطورة عالية، ولا تثير الأتربة طبعا والغبار. زي ما اتفقنا العربات دي شكل ده موديل سيارات طبعا النقل، عربات النقل لازم العربة تكون بغطاء وغطاء محكم الإغلاق، ويفضل طبعا وضع الأتربة في شكائر أو أغلفة محكمة الإغلاق قبل وضعها في العربة ونقلها في ممرات متفق عليها بتوقيتات متفق عليها تتلافى تعريض الخطورة للمرضى ذوي المناعة المنخفضة. أيضا من ضمن إجراءات احتواء التلوث الناتج عن أنشطة الترميم أو احتواء الترميم اللي هو System Balancing، والمقصود به هو الفنتيليشن سيستم اللي هو نظام التهوية. لابد أن أنا أرجع نظام التهوية للعمل مرة أخرى بالبالانس الطبيعي بتاعه، يعني الاماكن النيجاتيف بريشر بدرجه -2.5 از مينيمم لازم انها ترجع كده.
وغرف العمليات الموجبة بعدد دوران هواء معين وبمرور هواء على هيبا فلتر لازم ترجع، يعني في الآخر أرجع الشيء لأصله قبل إجراء عملية الترميم. بالنسبة للمية، لو كان الإجراء عميق وفي involvement أو استخدمنا أو تدخلنا في إمدادات المياه في المكان، فلا بد من إن إحنا نفتح الحنفيات ونعمل ووتر فلاشنج. يعني ووتر فلاشنج اللي هي يعني نفتح حنفيات كده قد دقيقتين ثلاثة عشان أعمل ووش للأتربة اللي ممكن تكون دخلت أثناء عملية الأعمال اللي تمت في شبكة المياه بداخل منطقة الترميم، وده هدفه إن هي تتخلص منها بحيث إنها ما تسببش تلوث لشبكة المياه وفلاتر المياه. من ضمن الإجراءات الخاصة إن أنا يكون عندي الشركة خاصة بعمليات النظافة، يبتدي إنها تنظف، ده الكونتراكتور كلين أب اللي هو شركة الكونتراكتور ينظف ويشيل الأتربة وينظف almost as possible as he can قبل ما يسلم الموقع. طبعا الفاسيلتي كلين اب دي حاجه تانية وبتتم باشراف الانفكشن كنترول، بالذات لان الفاسيلتي كلين اب ده بيتم قبل اعاده افتتاح المنطقه للعمل واستقبال المرضى وتقديم الخدمه الطبيه، وده طبعا بيتم باشراف الانفكشن كنترول وشركه والنظافه العاملين والمستلزمات الخاصه بالمكان اللي هي طبعا معتمده من الوزاره أو من وزارة الصحة للتنظيف، يعني هستخدم منظفات ومطهرات معتمدة طبعا بمستويات تنظيف معروفة حسب طبعا المكان اللي بشتغل فيه. موضوع خلافي بعض الشيء بيحصل فيه أخطاء كبيرة من بعض المؤسسات الصحية، هو أخذ عينات من الهواء والماء والأسطح البيئية لمناطق الكونستراكشن بعد انتهاء الكونستراكشن أو عملية الترميم وقبل البدء في استخدامها أو إعادة تشغيلها. طبعا مهم جدا، لازم نبقى عارفين حاجة مهمة جدا، إن الكلام ده ملوش أساس علمي، لا توجد توصية علمية، بل بالعكس التوصيات العلمية بتقول never، لا يسمح بأخذ عينات من الأسطح البيئية والمياه والفلاتر الهواء أو الهواء بداخل مكان قبل افتتاحه إلا في مكانين فقط إذا تم إجراء عمليات ترميم فيهم، وقبل تشغيلهما يجب أخذ عينات من الهواء لزراعته، اللي هو فين؟ اللي هو العمليات الجراحية وغرف العزل الوقائي. ما هو العزل الوقائي؟ اللي هو العزل الإيجابي، مش العزل الأمراض المعدية، العزل الإيجابي المخصص لعزل المرضى ذوي المناعة المنخفضة معزولين لحمايتهم من العالم الخارجي أو الآخرين والعدوى. نتكلم على، إحنا اتكلمنا السلايد اللي فاتت على ان مش هناخد عينات هواء لفتر الاسبريجيلاس الا لغرف العزل الوقائي وغرف العمليات. طب هيجي حد يقول طب احنا اتكلمنا ان انا خايف كل الخوف على المرضى ذوي المناعة المنخفضة. طب ايه تعريف مرضى ذوي المناعة المنخفضة؟ يعني كل واحد ممكن يقول لك انا مريض، عن انا تعبان، عندي دور برد، انا عندي مناعة منخفضة. لا طبعا، في تعريف علمي لهذا الكلام. المرضى ذوي المناعة المنخفضة اللي هم عاملين عمليات زرع رئة أو عاملين زرع نخاع، وهنقول ليه دلوقتي، أو عندهم النيتروفيل في الوايت بلاد سيلز اللي هو كرات الدم البيضاء، الكرات النيتروفيل أقل من 500 في آخر 24 ساعة حسب التحليل الميكروسكوبي عد الدم. طيب في ناس هتفترض ان انا غلطان، هنقول ان في ناس ازاي كده، طب ومرضى الجلطة القلب ومرضى، طب مرضى زراعة الكبد وزراعة الكلى، هل يعتبروا من المرضى ذوي المناعة المنخفضة او من معدوم المناعة؟ لا، للأسف التعريف لم يشملهم لسبب بسيط، عشان ده خطأ شائع، ويعني رغم ان احنا مش في مجال التعريف ده قوي هنا، لكن هقوله علشان احنا طبعا infection control we have to know the right issues.
الانفكشن كنترول لازم يبقى عارف الاميونو كومبرومايز. لا يمكن اطلاق الامور على علتها، يعني ما ينفعش اقول لا ده زرع كبد ده اكيد مناعته منخفضه. اوكي، الكلام ده هينطبق على المريض امتى؟ لان عمليات زراعه الكبد بتتم وبيبدا المريض بعد العمليه في انه يتعاطى ادويه تهبيط جهاز المناعه علشان الجسم يتقبل الكبد المزروع او الكليه المزروعه او العضو المزروع. طبعا احنا عايزين نقول ان ليه انا مش عامل دول انكلوجن ان هو اميونو كومبرومايزد او اميونو ديبريست ويحتاج يتحط في عزل وقائي، لان ثبت علميا ان هذه الادويه لا تؤثر بصوره كامله وتوطي مناعه المريض خالص وتخفضها الى الحد المخيف والخطر عليه من اي مؤثرات خارجيه بسيطه الا بعد شهر. وطبعا بعد شهر المريض زرع الكلى او الكبد على الاغلب بيكون خرج من المستشفى وخرج الى منزله بالسلامه الحمد لله. تمام؟ انما مريض البون مارو ترانسبلانتيشن هو مريض معدوم المناعه لسبب بسيط، لان هذا المريض مصدر المناعه اصلا من النخاع العظام وهي اللي بتنتج الخلايا المناعيه، فانا لما بعمل لها اكستراكشن لنخاع العظام بسحبه وبسيب العيان بدون مناعه خالص نهائيا ولحد ما يحصل يستعيد مناعته، هو بيكون اصلا من فروم داي 1 اوف ذا اوبريشن من يوم العمليه بيكون معدوم المناعه، فلازم احطه في العزل الوقائي. طيب نرجع تاني لمرجوعنا ونربطه بالكونستراكشن. طيب المرضى دول المناعه المنخفضه والمناعه المنخفضه والمرضى معدومي المناعه او بتعرفهم الحالي. طيب المرضى دول او المرضى اللي هم ذوي المناعه القليله بعض الشيء، بس اقسام العنايه و و و و هذه الاقسام ذات اقسام الرعايه الحرجه. هقول ان انا لو عندي مرضى زي دول وموجودين جنب الكونستراكشن، قبل ما اوقع كونستراكشن تو ستارت اي هاف تو موف ذيس بيشنتس، انقلهم. طيب هيجي التريتنج دكتورز وانا بعمل بلاننج للكونستراكشن يقولوا لي والله this patient is critical to be transferred to another department، مش هقدر انقله في مكان تاني. لما انا يتقال لي كده ايه اللي هيحصل لو انا ما قدرتش انقل البيشنت؟ الاجابه السليمه stop and يعني انسى الكونستراكشن for this time، انساه، وقفه في هذا الوقت للنهايه لسبب بسيط، لان المريض اهم عندي من الكونستراكشن. الكونستراكشن اقدر اجله شهر لحد ما المريض ده يتحسن واقدر اخرجه او انقله لمكان اخر. كده تبقى المحاضره انتهت. طبعا قدامنا السلايدز الخاصه بالمراجع والريفرنسز لمن يرغب في الاستزاده. مهم جدا طبعا بالنسبه لنا ان احنا نعرف ان الكونستراكشن رينوفيشن انفكشن كنترول اكتيفيتيز is very important بالنسبة طبعا من السياسات الهامة في مكافحة العدوى، وطبعا اللي هي في صعوبة في تطبيقها بعض الشيء لكن واجبة التطبيق ومهمة التطبيق. أتمنى من حضراتكم تطلعوا كل ما ذكر في المحاضرة وبإسهاب شديد وبصورة علمية وبالمراجع وبكله موجود في الدليل الصادر عن الإدارة العامة لمكافحة العدوى والمنشآت الصحية، وهو موجود بالموقع الإلكتروني للإدارة، يمكن لحضراتكم الاطلاع عليه أو تستزيدوا من الاطلاع على المراجع الموجودة أمام حضراتكم. أشكر زميلتي العزيزة الأستاذة رانيا المهدي على مشاركتها في المحاضرة والمجهود الخاص بالموضوع كله، وأشكر حضراتكم. معكم دكتور سامح توفيق، شكرا.